بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. إذا صحيح احتمال رقم 5 حول درس الحساب العددي، القوى والكتابة العلمية لمستوى الثالث إعدادي، ويمكن أيضا لتلاميذ جدع مشترك علمي أن يستفيدوا من هذا التمرين. إذا كان لدينا تعبير مثل هذا، لكي نقوم بتبسيط هذا التعبير يجب أن نحصل على نفس الأساس أو نفس الأس. واضح؟ هنا ليس لدينا نفس الأس وليس لدينا نفس الأساس، لكن يمكن الحصول على نفس الأساس بسهولة، وهي يعني والطريقة المستعملة هي تفكيك ما داخل الأقواس أو تفكيك هذه الأعداد. إذا نبدأ بتفكيك ديال 125. 125 هي 5 في 5 في 5، يعني 5 أس 3. إن إلا درت 5 في 5 هي 25 في 5 125، والكل أس 200. ياك في 10 هي 2 في 5. أنا الهدف ديالي هو نجبد أرقام متشابهة. ها هي 5 مع 5 شتا أس ناقص 400 في ألور 256 هي 16 في 16، 16 في 16 ولا 16 أس 2. ياك ها أنت 256 تساوي 16 في 16، حسبها غتلقى 256. ياك ولا قسم على، بقى تجرب براسك، المهم بلاتي عليك، المهم في 256 فك قسم على 2 عاود قسم على 2 عاود حتى تلقى هادشي هذا. و 16 شنو هي؟ هي 4 في 4، يعني 4 في 4 في 4 في 4 ياك، يعني 4 أس 4 ياك. و 4 شنو هي؟ هي 2 أس 2، الكل أس 4، يعني 2 أس 2 في 4 هي 8. إذا 256 هي 2 أس 8، 2 أس 8 الكل أس 75 ياك، تساوي الور 5. هنا نستعملوا القاعدة أ أس أن الكل أس أم، شنو كتساوي؟ هي أ أس أن في أم، أمور واضحة. إذا 5 أس 3 في 200 هي 3 في 200 في، هذه نستعملوا قاعدة أخرى، أ في بي الكل أس أن هي أ أس أن في بي أس أن، يعني 2 أس ناقص 400 في 5 أس ناقص 400 في 2 أس هنا 8 في 75، نستعملوا هذه القاعدة، هذه 8 في 75. إذا تساوي هذه 5 أس 3 في 200 هي 600 في 2 أس ناقص 400 تبقى كما هي، في 5 أس ناقص 400 في 2 أس 8 في 75، ألور 8 في 75 هي 600، هي 2 أس 600. إذا اللي عندهم نفس الأساس نجمعهم باستعمال هذه القاعدة، أ أس أن في بي أس أن كتساوي أ في بي لكل أس أن، عفوا ماشي هادي، إلا عندنا أ أس أن في أ أس أم كتساوي أ أس أن زائد أم، لكن نفس الأساس ماشي نفس الأس، نفس الأساس. هي 5 مع 5 عندهم نفس الأساس، يعني 5 أس 600 ناقص 400، لأن عندنا ناقص 400 زائد ناقص ولي ناقص 400 في 2 أس ناقص 400 زائد 600، أنا عندي زائد 600 تساوي 5 أس 600 ناقص 400 هي 200 في 2 أس ناقص 400 زائد 600 هي 2 أس 200. وشنو دابا عندي نفس الأس، نفس الأس، إلا كان عندي نفس الأس كنستعمل هذه الخاصية هذه، إذا تولي لنا 5 في 2 الكل أس 200، يعني تولي لنا 5 في 2 هي 10 أس 200. صافي هذا هو، واش غنحسبها؟ إلا بغيت تحسبها حسبها، كتب واحد ودير حداه 200 صفر، إوا روح كتبها، يعني جيب أنت نص نهار وأنت دير الأصفاد ما تكملهاش، يعني غنخليها هكا ما عندي ما نزيد، واخا قال لي أحسب نخليها هكا، صافي؟ ها 10 أس 200 راه ما عندي ما ندير لها، إلا قال لي حسبها راه خصني ندير 200 صفر، دونك ما غاديش نحسبها، واخا قال لي حسبها راه ما نحسبهاش، لأن 200 صفر ما يمكنش غنديرها في الورقة ديالي، صحيح؟ إذا آل تساوي الور نفس الشيء باش نقدر نحسب هذا العدد هذا خصني ندير تفكيك، نحاول نديرو تفكيك، نبداو ب 75، إلا بغينا نفكو 75 أي بلاتي عليا في ورقة ديال الوزة 75
هي 5 في 15، هي 5 في 15، هي 3 في 5، يعني 5 في 5 5 وزيد 2 في 3، صافي يعني فككت 75، باينة 27، هي 3 في 3 في 3، 3 في 9 هي 27، ياك 9 هي 3 في 3، يعني 3 و3، إيه بلاتي عليك، فككهم بلاتي عليك، 121 هي 11 في 11، يعني 11 و2، 176، ألوغ 176 قسموها على 2، هي 2 في 176، لأنك تقسم على 2، عندنا 2 في التالي، تعطينا 88، ياك، و88 هي 2 في 44، يعني هكا، ولا هي 8 في 11، 88، يعني 2 في 8 في 11، ياك، و8 هي 2 في 2 في 2، يعني 2 أس 3، ياك، يعني هي 2 في 2 أس 3 في 11، ألور 2 في 2 أس 3 هي 2 أس 4 في 11، إذن 2 أس 4 في 11، صافي، و8 هي 2 أس 3 راه هضرنا عليها، إذن كلشي باين دابا، إذن تساوي 75 غادي نعوضها باش. ب 3 في 5 و2، 3 في 5 و2 كل أس ناقص 30، إيه بلاتي عليك باش ما تغلطش، في 27 قلنا هي 3 أس 3، خاص تخدم وأنت تايق في راسك وبلاتي عليك، أس 10 في 121 هي 11 أس 2 الكل أس ناقص 19، بلاتي علينا على باش ما نغلطوش، 176 شنو لقيناها؟ لقيناها هي 2 أس 4 في 11، 2 أس 4 كل أس ناقص 38 في 5 أس ناقص 60 في 8 هي 2 أس 3 الكل أس 50. دونك التمرين بالنسبة للتالت إعدادي غيجيكم شوية صعيب، ولكن بالنسبة للجدع المشترك راه مزيان لهم. الوغ الحالة الأولى نستعملو الخاصية الأولى، إلا كان عندك جداء أ في بي الكل أس أن هي أ أس أن في بي أس أن، لاحظ معايا مزيان، عندي 3 في 5 أس 2 الكل أس ناقص 30، يعني هي 3 أس ناقص 30 في 5 أس 2 الكل أس ناقص 30، ها أ ها بي الكل أس ناقص 30. في عندي هنا الخاصية الثانية، إلا عندك أ أس أن الكل أس أن هي أ أس أن في أن، يعني تساوي 3 أس 3 في 10، متفقين؟ في 11 بنفس القاعدة، 2 في ناقص 19 الكل على، هنا نفس الخاصية الأولى. هادي إذن 2 أس 4 الكل أس 8 ناقص 38 في 11 أس ناقص 38 في 5 أس ناقص 60 في 2 أس 3 في 50، 2 أس 3 في 50 صحيح؟ إذن تساوي 3 أس ناقص 30 في 5 أس، غنحسب ديريك 2 في ناقص 30 هي ناقص 60 في 3 أس 3 في 10 هي 30 في 2 أس ناقص 19 هي ناقص 38، 11 أس ناقص 38 على 2 أس 4 في ناقص 38، دونك 4 في ناقص 38 152، دونك ناقص 152، يعني 2 أس ناقص 152 في 11 أس ناقص 38 في 5 أس ناقص 60 في 2 أس 3 في 50 هي 150. إذن تساوي، هل يمكن الاختزال؟ طبعا الحال نعم، اللي نقدر نختزلهم نختزلهم، 11 أس ناقص 130 مع 11 أس ناقص 130، 5 أس ناقص 60 مع 5 أس ناقص 60، صافي، دونك الآخرين نحسبهم. تساوي 3، عندنا نفس الأساس، 3 3 أس ناقص 30 زائد 30، نجمعو الأسين
الى عندك ا اس ان في ا اس ان كتجمع ا اس ان زائد ام، ان ام اعداد صحيحه نسبيه يعني يقدر يكونوا سالبه، بحال هنا مثلا عندنا ناقص 30 وهنا زائد 30. على هنا عاود كذلك عندنا زوج زوج نجمعوا الاسين، ناقص 152 زائد 150، سمعوا لي هذا ما كاين والو هنا، تساوي 3 اس ناقص 30 زائد 30 هي صفر، زوج ناقص 152 زائد 150 هي ناقص زوج، جوج اس ناقص زوج تساوي 3 اس صفر هي واحد على زوج اس ناقص زوج. ودائما الى عندك واحد على ا اس ناقص ان هي ا اس ان، يعني تولي لنا زوج اس زوج واللي هي 4. دابا نقدر نحسب، متفقين؟ اذا انتهى التمرين والله يوفقك. بعد الانتهاء من مشاهدة الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر الاعجاب ثم تسجيل في القناة عن طريق هذا الزر ليصلك الجديد، ثم ارسال الموقع الى اصدقائك عن طريق المواقع الاجتماعية. الى اللقاء.